مشاهدينا في حلقة جديدة من برنامج صحتك، هذا البرنامج اللي من خلاله ناخذكم في جولة على مستشفيات دولة قطر ومرافقها الطبية المتميزة والفريدة من نوعها. واليوم مثل ما انتم شايفين موجودين أمام مستشفى سبيتار، هذا المستشفى اللي يعتبر أول مستشفى متخصص في مجال الطب الرياضي وجراحة العظام. لتفاصيل أكثر تابعونا. وصلنا معاكم مشاهدينا لداخل مستشفى سبيتار المتخصص في الطب الرياضي. حياك الله معنا دكتور جمال راشد الخنجي، الرئيس التنفيذي لشؤون المرضى في مستشفى سبيتار. الله يحييك ومرحبا فيكم في سبيتار، شكرا على اعطانا الفرصه لالقاء الضوء على هذا المكان والصرح المميز. شكرا لكم. اكيد دكتور، اول سؤال ممكن نساله، شلون جاتكم الفكره لمستشفى سبيتار؟ طبعا مثل ما انت عارفه قطر تركز كثير على المجال الرياضي، وكانت حقيقة الرؤية ثاقبة للقيادة الرشيدة أنهم يكملون هذه المنظومة بوجود الجانب الطبي، وبالتالي جاءت هذه الفكرة في 2007 بعد بطولة الأسياء تقريبا بإنشاء هذه المؤسسة كجزء من مؤسسة أسباير زون، اللي هي مؤسسة طبعا رياضية بالكامل فيها 3 وحدات، منها وحدة سبيتار، والهدف منها مثل ما قلت لك توفير الجانب الطبي من المنظومة الرياضية في الدولة وتغطية هذه الخدمات الرياضية الطبية سواء محليا أو إقليميا أو عالميا. ما شاء الله دكتور، أهداف كبيرة ودائما مبدعين في هذا المجال. لو نتكلم أكثر، شنو هي أبرز الخدمات اللي قدمها مستشفى سبيتار للرياضيين؟ طبعا سبيتار هو مستشفى طب رياضي وجراحة عظام، ولكن يقدم خدمات متكاملة. فبالإضافة إلى مسألة الطب الرياضي جراحة العظام، نقدم إعادة تأهيل الرياضي، نقدم الفحص الشامل لكل الرياضيين. بالإضافة إلى ذلك نقدم خدمات طب الأسنان الرياضي، طب القلب الرياضي، حتى الرعاية النفسية للرياضيين، بالإضافة إلى خدمات كثيرة حقيقة متخصصة في المجال الرياضي. إذن دكتور، يهمنا بعد نشوف كل هذه الخدمات للرياضيين على أرض الواقع، خل نروح جولة. كل سرور. يا شكرا مرحبا. لك. إذا المشاهدين الحين موجودين في منطقة العلاج الطبيعي اللي تعتبر أحد الخدمات اللي عليها إقبال كبير. دكتور، لو نسألك شنو السر على هذا الإقبال؟ حقيقة واحدة من أول الخدمات الطبية اللي بدأت تقدمها سبيتار هي خدمات العلاج الطبيعي، ومن يومها كان في تركيز كبير على هذه الخدمات لأنها خدمات مهمة بالنسبة حق الرياضيين. مثل ما أنت عارفة معظم الرياضيين سواء تصيدهم مشاكل في العظام أو مشاكل في العضلات يحتاجون للعلاج الطبيعي للعودة إلى الملاعب بأسرع وقت ممكن، ومن هنا جاء التركيز. اليوم خدمات سبيتار في العلاج الطبيعي لا تضاهيها أي خدمات في أي مستشفى رياضي في العالم بشهادة الناس اللي تتعالج هنا. دكتور، لو نتكلم أكثر عن الخدمات الموجودة في هذا القسم من العلاج الطبيعي. طبعاً خدمات العلاج الطبيعي في سبيتار مختلفة جداً، فتتراوح ما بين خدمات علاج المشاكل الطارئة مثلاً الإصابات، سواء الإصابات العضلية أو ما إلى ذلك، بالإضافة إلى مناطق تقوية وتأهيل اللاعب وتقوية العضلات ومحاكاة الرياضة اللي يمارسها الرياضي. فتلاحظين هنا في هذه المنطقة في مناطق تحاكي الملاعب، مناطق تحاكي التراكن فيلد الجري وما جري، ومناطق تقوي اللاعبين اللي مثلا في ألعاب القوة أو في كرة القدم، والأجهزة كلها موجودة عشان تحاكي هذه الطبيعة. وبالتالي فإن اللاعب في خلال رحلته للتعافي يبدأ يمارس رياضته اللي هو يمارسها عشان نتأكد أنه هو قادر على أداء المهام اللي المطلوبة منه في الملعب. نعم دكتور، في بعد شيء يميز العلاج الطبيعي موجود في سبيتار، شنو هو؟ نعم، واحدة من يمكن أهم الأماكن المميزة والمتطورة جداً في العلاج الطبيعي عندنا في سبيتار هي قدرتنا على تحديد جاهزية اللاعبين للعودة للملاعب. اليوم كنا نحاول نحصل على طريقة علمية أكثر في أن احنا نحدد هذا الموضوع، بحيث أن احنا نضمن لما اللاعب يرجع للملاعب ما ترجع للإصابة مرة ثانية، وهذه شغلة مهمة جدا. لو شفتي كثير من الدراسات تجدين أن كثير من اللاعبين اللي يرجعون من للملاعب أكثر من يمكن 40-50% منهم، خاصة مثلا اللي يصابون ببعض الإصابات الشهيرة اللي تصيب الركب مثلا لاعبين كرة القدم،
ترجع لهم الإصابة خلال السنة والسنتين الأوائل الثانيين. الحمد لله في سبيتار قدرنا إحنا ننزل هالنسبة بشكل كبير جدا باستخدام بعض التقنيات الحديثة العلمية اللي تساعدنا في تحديد ما إذا كان اللاعب وصل للجاهزية المطلوبة للعودة للملاعب ولا لا، وهذه من الأشياء اللي تميز سبيتار كثير. دكتور، دائما يقولون البحث العلمي أحد الأسباب المهمة لنجاح أي مؤسسة، واللي يميز مستشفى سبيتار إنهما بعد مخصصين قسم حق الأبحاث للطب الرياضي، لو نتكلم عن هذه الناحية. طبعا عندنا قسم متخصص، الطاقم اللي فيه كله متخصص في مجال البحث العلمي، وهذه الشغلة حقيقة أيضا من نظرة ثاقبة للقيادة، أن مستحيل نحصل على مؤسسة صحية علاجية في المجال الطبي تقدم شيء مميز على مستوى العالم بدون ما يكون لها علاقة وطيدة بالبحث العلمي. دكتور، ممكن بعد نشوف التفاصيل الباقية حق قسم العلاج الطبيعي؟ طبعا، خلى رويج قسم رمال من الأقسام المميزة عندنا، وبعدها ننتقل لمناطق ثانية بالمستشفى. نعم. دكتور، ممكن تكلمنا عن هذه التقنيات الحديثة الموجودة؟ هذه المنطقة حقيقة مثل ما قلت لك يعني من المناطق المميزة جدا في سبيتار. طورنا هذا المكان عشان نستخدم طريقة علمية بحثة لتقرير ما إذا كان اللاعب جاهز للعودة للملاعب مرة ثانية ولا لا. في السابق كانت مسألة تقدير إذا ما كان اللاعب جاهز أو لا ترجع للمعالج، فطبقنا هذه التقنية بحيث أن احنا نستخدم التقنية الحديثة والعلم ومحاكاة الحركة واستخدام الحواسب الآلية في تقرير ما إذا كان اللاعب جاهز أو لا. اللاعب هنا يجي، توضع عليه العديد من السنسورز على جميع أنحاء الجسم وخاصة المنطقة المصابة، ويبدأ يمارس الرياضة اللي هو يمارسها عادة بنفس الحركات اللي يمارسها في الملعب في أرضية على أرضية شبيهة بالأرضية اللي هو يمارس عليها رياضة هذه، سواء كانت داخل الصالات أو على العشب. وبالتالي يقوم عدد كبير جدا من الكاميرات الحساسة بتصوير هذا اللاعب ونقل الصورة هذه للحواسب الآلية اللي تقرر تعطينا نبذة عن ما إذا كانت العضلة أو المفصل رجع لوضعه الطبيعي أو لا، وبالتالي نقدر نقول حق اللاعب بكل ثقة أنت اليوم جاهز أنك ترجع للملعب ولا ما زال يحتاج لك أيضا فترة مطولة من العلاج. هذه العملية حقيقة ساعدتنا كثير في أن احنا نكتسب سمعة كبيرة جدا، لأن العديد من اللاعبين اللي تجرى لهم عمليات جراحية في سبيتار لما يرجعون للملاعب يرجعون في الوقت المناسب، وبالتالي نسبة عودة الإصابة مرة ثانية بالنسبة حق اللاعبين اللي يعملون عملياتهم في سبيتار ويحصلون على العلاج الطبيعي في سبيتار قلت بشكل كبير جدا جدا مقارنة بالأرقام العالمية حسب شهادة يعني المرضى اللي يتعالجون عندنا وحسب الأرقام العالمية اللي قاعدين نشوفها من حول العالم. الحمد لله رب العالمين. يعني نقدر نقول أن هذه التقنيات دقيقة وفي مكانها بحيث أنها تسهل عملية عودة اللاعب لأرض الملاعب. طبعا جدا دقيقة حقيقة، طبعا ما في شيء مضمون 100%، ولكن احنا دائما نحاول ان احنا نحسن القرارات هذه بحيث ان احنا نقلل فرصة إعادة الإصابة، وبالتالي كل ما قدرنا ان احنا نقلل فرصة إعادة الإصابة مرة ثانية كل ما قدر اللاعب يرجع ويساعد ويعطي سواء منتخب بلاده ولا فريقه وايضا مستقبله هو كلاعب يستمر لفترة اطول، وهذه من الاشياء المهمة جدا بالنسبة للاعبين وتقلقهم جدا، فبالتالي اذا حصلنا لها حلول فهذا ايضا يعطي جانب من التميز للمؤسسة العلاجية. دكتور، اللي عرفته بعد ان حتى عمر اللاعب انه يقدر يمارس الرياضة اللي يحبها بعد ما لجأ لسبيتار ممكن يلعب فترة اطول. هو الحقيقة هذه نقطة مهمة جدا، لأن احنا مش بس هدفنا هو ان احنا نعالج الرياضي المصاب، ولكن ايضا نحاول نطور اداء الرياضيين الغير مصابين، فاللي يلجؤون للسبيتار مش فقط رياضيين مصابين وانما ايضا رياضيين نحاول نطور ادائهم ونوصله الى قمه العطاء، وهذا جانب مهم جدا ان احنا مش بس نهدف ان احنا نرجع اللاعب لمستوى طبيعي، لا بالعكس ايضا بالاضافه الى ذلك في 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 مختبرات مثل هذه نعمل فيها على تقييم الحركة، مهم جدا ان احنا نعلم اللاعب شلون يتحرك بالشكل الصحيح، لان كثير من الاصابات اللي تصيد بعض اللاعبين هو بسبب ان وضعيتهم مثلا اثناء الجري او اثناء القيام بحركة معينة ما تكون صحيحة، وبالتالي
نعطيهم إحنا شنو الأشياء اللي لازم يعدلونها أو يركزون عليها أو شنو العضلات اللي لازم يقوونها بحيث أنهم يقللون من احتمالية الإصابة مرة ثانية من ناحية، بالإضافة إلى تطوير سرعتهم، قوتهم، قدرتهم على أداء الحركات المعينة الخاصة برياضتهم من ناحية ثانية. دكتور، بعد هذه المنطقة في منطقة التعافي. نعم طبعاً، عندنا مناطق كثيرة في سبيتار متخصصة، كل واحدة متخصصة في مجالات معينة. من المناطق الحقيقة اللي طورناها حديثاً خاصة قبل فترة كأس العالم لكرة القدم طبعاً اللي قيم في قطر في 2022، كنا عارفين أن واحدة من أهم الأمور اللي راح تحتاجها الفرق المشاركة هي القدرة على التعافي من مباراة إلى مباراة، وبالتالي ركزنا على هذه المنطقة، وهي منطقة مميزة جداً. وموضوع التعافي اليوم عند الرياضيين أصبح موضوع مهم جداً حقيقة، كل الرياضيين يركزون عليه، خاصة الرياضيين اللي يمارسون رياضات تحتاج مجهود بدني كبير جدا ومسابقات أو مباريات مستمرة في فترات قصيرة، فبالتالي بعد ما يخلص اللاعب مباراته أو رياضته متوقع منه أنه يشارك مرة ثانية بعد يوم أو بعد يومين. التعافي السريع للعضلات وللجسم أصبح موضوع مهم جدا، واليوم صرنا نركز عليه في أسبيتار، وفرنا منطقة مخصصة لهؤلاء اللعيبة. وصراحة كان الإقبال على هذه المنطقة خلال كأس العالم والحين بعد كأس العالم كبير جدا جدا. نعم. دكتور، لو تكلمنا عن اللي يميز مستشفى سبيتار في قسم التعافي عن باقي المؤسسات والمستشفيات. اليوم مبدأ التعافي بالنسبة حق الرياضيين أصبح مبدأ مهم جدا على مستوى العالم. اهتمينا بهالمنطقة حقيقة مباشرة قبل كأس العالم لمعرفتنا بأهمية هذا المبدأ، وإن توقعنا أن كثير من الرياضيين، كثير من المنتخبات راح تحاول أن هي تعمل على تعافي لاعبينهم بشكل سريع جدا بين المباراة والمباراة. وفعلا مثل ما توقعنا كان الإقبال كبير جدا خلال كأس العالم 2022 على هذه المنطقة، فرق بأكملها جات إلى هذه المنطقة للعمل على تعافي لاعبينها واستخدموا المنطقة بشكل مكثف جدا. واليوم كل الرياضيين سواء خاصة الرياضيين المحليين أو من المنطقة المجاورة يجون لهذه المنطقة لممارسة التعافي من بعد ممارسة رياضة شديدة أو بطولات كبيرة أو ما إلى ذلك. المنطقة هذه فيها أجهزة متخصصة، ومثل ما أنت شايفة منطقة التعافي قريبة جدا من منطقة اللياقة البدنية، وهذه من الأشياء اللي تميز حقيقة سبيتارنا، كل الخدمات قريبة من بعض، وبالتالي اللاعب ما يحصل صعوبة في التنقل من بين خدمة إلى خدمة، ويقدر يسوي أكثر من شغلة في يوم واحد. نعم، إذن دكتور، كل هذه التقنيات الحديثة حتى تسمح للرياضيين المحليين أنهم يتلقون العلاج داخل الدولة وسط أهلهم وناسهم. طبعا حقيقة هذه واحدة من الميزات المهمة جدا. اليوم اللاعب اللي يلعب في قطر سواء كانوا حقيقة لاعبين محترفين، نعم، لازم نوضح أن سبيتار فعلا أنشئ برؤية أنه يكون مستشفى للاعبين المحترفين. نعم. ولكن بالإضافة إلى ذلك عندنا قسم خاص نعمل من قريب لعامة الجمهور اللي يمارس الرياضة في الدولة وفي المنطقة. فاللي يميز أيضا هذا الموضوع أن احنا فصلنا اللاعبين المحترفين، فعندنا مناطق مخصصة للاعبين المحترفين، وعندنا مناطق أيضا مخصصة للاعبين الهواء اللي يمارسون الرياضة أو اللي يصابون بإصابات شبيهة بالإصابات الرياضية، ونقدر نساعدهم هنا في سبيتار. فطبعا اللاعب اللي موجود في قطر يمارس كل أنواع الرياضات في قطر عنده أدفانتج كبير جدا، بأن عنده مؤسسة رياضية مثل هذه تقدم له كل أنواع العلاجات من الإصابات الرياضية، وأيضا تحاول أن تطور من مستواه وتخليه يمارس رياضته بشكل أفضل، وهذه يمكن الخاصية ما تكون موجودة في كل مكان. يعني دكتور، نقدر نقول حتى المواطنين إذا اللي يلعبون رياضة إذا يعني لا سمح الله وصلوا إلى حالة إصابة رياضية ممكن يلجؤون حق سبيتار؟ طبعا، وهذا يحصل طبعا، يعني فعلا الخدمات اليوم اللي تقدم سبيتار عليها إقبال كبير جدا. لكن نعم، عندنا فرق متخصصة لمعالجة الرياضيين الغير محترفين. نعم. أو حتى اللي عندهم إصابات شبيهة بالإصابات الرياضية تدخل تحت نطاق سبيتار. فطالما المشكلة المرضية أو الإصابة تدخل تحت نطاق سبيتار فإحنا نعالجهم سواء كانوا رياضيين أو غير رياضيين محترفين. نعم. واضح. إذن دكتور، نكمل جولتنا لليوم. تفضلي. كل سرور.
إذن مشاهدينا نقدر نقول اليوم أن دولة قطر أصبحت من الوجهات السياحية العلاجية، ومنها مستشفى سبيتار اللي تقدم الخدمات لمختلف الرياضيين من أنحاء العالم، ونقدر نشوف هالشيء دكتور. الحمد لله رب العالمين، فعلا اليوم سبيتار يزور الكثير من الرياضيين سواء من المنطقة المحيطة دول الخليج أو الدول العربية أو حتى أوروبا وأمريكا. الحمد لله رب العالمين، احنا فخورين جدا بهذا الشيء، لأن وجود هذول الرياضيين في قطر في سبيتار هو الشهادة الحقيقة، أهم شهادة بالنسبة لنا، أن هالناس تترك الخدمات الطبية الموجودة عندها، تترك المستشفيات المعروفة والمرموقة اللي موجودة عندها وتلجأ لك في قطر. هذا شيء نعتبره شهادة نعتز فيها، هذا شيء نعتبره دليل على التميز اللي وصلت له سبيتار، وهذا شيء احنا حريصين على ان احنا نحافظ عليه حقيقة، لان احنا ما ناخذه عبث، ما ناخذه بسهولة. هذا اللي وصلت له سبيتار نتيجة سنوات من الجهد والتعب والاستثمار في قطاع مهم جدا، وحريصين جدا بإذن الله تعالى على المحافظة عليه، وحريصين ان تجينا شهادات اكثر واكثر من لاعبين مثل هاللاعبين العالميين اللي تشوفينهم اليوم، اللي حبوا انهم حقيقة يحطون صورتهم ويحطون تجربتهم في سبيتار، وهذا شيء مثل ما قلت لك احنا نحتاس فيه كثير. لو نتكلم اكثر دكتور عن تجربة سبيتار في كأس العالم، خصوصا انهم استفردوا خلينا نقول في تقديم كل هذه الخدمات للفرق الرياضية. صحيح، حقيقة سبيتار كانت جزء مهم من الملف اللي تقدمه قطر لاستضافة كأس العالم. وجود مؤسسة طبية مثل هذه في بلد صغير حجما خلينا نقول مثل قطر والكبير جدا كمقدار الحمد لله رب العالمين، كان من الأشياء اللي ميزت كأس العالم الأخير بشهادة الجميع حقيقة، وخاصة بشهادة الفيفا اللي هي المنظمة الدولية المنظمة لكأس العالم. ما في أي بطولة كأس عالم كروي سابقة قدمت فيها نفس الخدمات اللي قدمت في كأس العالم 2022 في قطر. حقيقة أنا كمسؤول عن تجربة المرضى في سبيتار، يعني توقعت أن الرياضيين يعني بيكونون جدا مشغولين في البطولة وفي مبارياتهم يوم عن يوم، فما توقعت يكون ذاك الضغط الكبير، يعني توقعنا يكون ضغط بس مش لهالدرجة حقيقة. نعم. الاهتمام والضغط سواء من اللاعبين، سواء من الفرق الطبية المصاحبة، سواء من حتى الدبلوماسيين اللي موجودين المصاحبين لفرقهم، كان اهتمام كبير جدا. كل الناس كانت تبي تزور مستشفى لتلقي العلاج، للاستفادة من الخبرات، لعمل شراكات، وبالإضافة إلى القاء الضوء على تجربة قطر وشلون إنهم يحاولون يعملون شيء شبيه لمؤسسة مثل مؤسسة سبيتار في بلدنا. وإحنا حقيقة استضفنا الجميع ورحبنا بالجميع وحاولنا أن احنا نعطيهم من الخبرات الموجودة، لأن مجال الطبي هو مجال إنساني في المقام الأول، يعني لازم أن احنا نتشارك الخبرة، لازم نتشارك المعلومات، لازم نعمل اتفاقيات مع بعض أساس احنا نستفيد منهم وهم يستفيدون منا، والحمد لله أعتقد حققنا هالشيء، وهذا خلى بطولة كأس العالم 2022 عطاها نجاح خاص من هذا الجانب، من جانب الطب الرياضي، شيء احنا نفخر فيه الحمد لله. كل الشكر لك دكتور جمال على وقتك وجهدك معنا، شكرا لك. يعطيك العافية. حياكم الله يا مرحبا. إذا مشاهدينا نقدر نقول أن دولة قطر مثل ما تميزت بكأس العالم إلا أن هي بعد تتميز بالقطاع الطبي الصحي لتقديم أفضل التقنيات وأنواع العلاج لكل من لجأ لدولة قطر للحصول على أفضل الشفاء. حلقتنا لا زالت مستمرة، تابعونا في مكاننا القادم. مشاهدينا جولتنا لا زالت مستمرة، والآن موجودين مع البروفيسور جيدو رئيس إدارة قسم القلب الرياضي والفحص الشامل. حياك الله دكتور. أول سؤال ممكن نسأله، شو الفرق بين القلب الرياضي والقلب العام؟ السلام عليكم and welcome to the Sports Cardiology and Screening Department here at Aspita. This is a place where we make sure athletes can compete, can become world champions and they are safe doing this because we know some athletes suffer sudden cardiac events. It is rare, but it is a tragic event. So all athletes, many thousand per year, come to us here, have all tests done to make sure their heart is safe and healthy. Athletes are healthier than the rest of us, we think, and this is also true, but athletes push themselves very hard. And that means also they push their whole body and also their heart.
which means hearts of athletes are bigger. They're of course fitter and well-trained. Just imagine the many, many hours an athlete trains. But this puts strain on the heart. So what is normal in non-athletes, in all people, does not mean it's normal in athletes and the other way around. So here we combine a specialist team who've been looking after athletes for the last decade to make sure we tell the athletes everything is normal when it is, but also identify some things we might need to treat. Professor, ممكن تكلمنا عن الخدمات المقدمة في هذا القسم؟ Here at Aspita, we really look after the heart of athletes. We do know that athletes are special and they need special expertise of their heart. So what we do here is we provide screening to many thousands of athletes every year from Qatar, but also internationally. They can assess their heart if it is healthy to compete, but also we assess their performance. This is very important as well. Can an athlete maybe train differently? Can he train more? Should he train less? All these things we can assess here. But then, and this is also very important, we are an international center for looking after athletes who might have heart disease, but still would like to compete. They come to us from many countries in the world to get investigated, so we can give them the right advice to compete or not, and what to do, how to treat these athletes, should they want to compete. Professor, ممكن تشرح لنا هذه التقنية اللي هي VO2 Max? This is a very important question, and think of it. But what we want to know is what happens to the athlete's heart, to the athlete's system, when he, she is performing very hard. That's why we do this VO2 Max test. Firstly, we can get a heart rhythm during exercise. We have an athlete here exercising. You can see the heart rate is already at 110. But also, we can collect his oxygen that goes into the body and all the gases come out. So this gives us a very objective assessment of his performance. So in summary, this test gives us not only information on the heart, it gives us information on the lungs, on the muscles, but also on the fitness. So it takes 30 minutes and the athlete comes out and gets all knowledge on if he's healthy, but also if he trained enough or if he should train a bit harder. إذن مشاهدينا دائما نعرف أن مستشفى سبيتار متألقين ومطلعين للأفضل دائما. فلو نتكلم دكتور عن أهدافكم للمستقبل. Firstly, we want to maintain our position as an international center in athlete care and in cardiology. But more so, we want to also offer new services. For example, as you see, athletes have to come here and we are in a laboratory. But athletes train outside, so we want to go to the athlete rather than the athlete coming to us. So over the next years, we will launch a mobile screening service at Aspita, where we can actually go out to the clubs and screen athletes there. This is more convenient for athletes, and we have now the technology to get the same data as we get here. But also we want to increase the numbers of athletes to screen. And very importantly, we want to look also at the young population of children, which I'm very passionate about, to get into exercise. So our services will also extend to screening all the Aspire athletes, but also screen athletes, young athletes, children in clubs throughout Qatar. Because this is our mission. We want to look after the athlete, but we also want to encourage exercise, activity, and keep the Qatar population healthy. شكراً لك بروفيسور يعطيك العافية. شكراً. إذن مشاهدينا الجميل في مستشفى سبيتار إن جميع الخدمات اللي يحتاجها الرياضي موجودة في نفس المكان ابتداء من إعادة التأهيل، اللياقة والعلاج الطبيعي. إذن مشاهدينا مستشفى سبيتار ليس مجرد مستشفى يلجأ لها الفرق العالمية والنوادي واللاعبين، إنما هو دليل على التزام دولة قطر بأعلى معايير السلامة والصحة في المجال الرياضي. موجودين الحين برفقة الدكتور بيتر المدير الطبي في مستشفى سبيتار، حياك الله معنا. الدكتور، شنو اللي يخلي اللاعبين يختارون سبيتار؟ So welcome. What makes Aspitar special and why athletes come? There's many reasons for that. And we take pride in going through that with you. Now, basically, it's about bringing expertise. That's why
players come. They want the best experts in the house, whether that's through nursing, through surgeons, through rehab specialists, through sports scientists, and so many more. Now, apart from expertise, it's also about being at the forefront of innovation, having the best facilities, the best consumables, the best material in the house to tailor to the needs of the athlete, which are different than what we call the more general population. An athlete has to perform in a solid way, but also a very swiftly way. So all our approaches and all our techniques are aimed to that. And the third thing is basically creating a sports culture where players feel that they are in the right place with the right people around. إذن دكتور العديد من اللاعبين العالميين يلجؤون للعلاج في سبيتار. لو تكلمنا عن تجربتهم في المستشفى. Well, thank you for that question. Obviously, we cannot comment on the particularities of any player or any athlete in particular, but obviously it's the combination of having the right experts in, showing the credibility through the research we've done over the years, together with offering minimal invasive strategies through surgery, where we can have the player back in the nearest possible way and also in the safest possible way. So all these items and variables together make that eventually players find the way to Aspetar. But it's not just football players. Eh? We have so many athletic athletes, so many rugby players, so many swimmers, so many people from all over the globe that benefit from the network we offer and the services. شكرا لك دكتور بيتر يعطيك العافية. شكرا الله يعافيك. Very welcome. إذن مشاهدينا مثل ما شفنا ممكن يكون أكبر دافع للاعبين للجوء لسبيتار هي البيئة المضيافة للاعبين والحفاظ على صحتهم بأكثر الطرق والتقنيات الممكنة. مشاهدينا في نهاية حلقتنا لهذا اليوم نقدر نقول إن دولة قطر تعتبر وجهة سياحية علاجية بامتياز. تابعونا في حلقاتنا القادمة للتعرف على وجهات جديدة.